اليوم الثاني لصالون الدولي للكتاب في الجزائر في طبعته 22، حضور من مختلف الشرائح ومختلف الفئات العمرية، والكل هنا ينشد الحصول على كتاب. لكن السؤال الأهم، كم عدد الكتب التي يقرأها المواطن الجزائري سنويا؟ تابعونا لنتعرف على إجابة هذا السؤال. نقرأ صديقه تروادي. تختلف من سنة إلى أخرى، حوالي 3-4 كتب. ما نقراش بالبزاف، نقرأ جوج كتابات، كتاب واحد في العام. نعم نقرأ، ندير مطالعة من ذلك. تقريبا أقرأ كثيرا أنا. نعم تقريبا، تقول مثلا 50 كتاب أو 60 كتاب. وما يؤكد أن الكثيرين يعني الذين يشترون ويقتنون الكتب في هذا المعرض على أساس أنهم يراجعون، يعني أتحداك ولو كان المعرض الذي فات في العام الماضي أن يقول لك عنوان الكتاب الذي اشتراه. يعني فكثيرون يشترون كتبا يضعونها في رفوف تمتلئ غبارا. ربما عادة يعني تفوت من 20 كتاب إلى 15 كتاب في مجال الرواية والأدب. مصير الكتب في الجزائر، يعني خاصة الطلاب الذين يشترون الكتب، يعني حوالي 10% يقرؤون و 90% لا يقرؤون الكتب، هي مخصصة للرفوف ولملء الخزانات. وبعد انتهاء جولتنا توصلنا إلى أن المواطن الجزائري ليس من المهووسين بالمطالعة، ومهما تفاوتت النسب بين فئة وأخرى، إلا أن الأكيد أن هذه الأرقام لا تبتعد كثيرا عن نظيرتها العربية، فمعدل قراءة الفرد العربي سنويا لا يتجاوز ربع صفحة، رقم ضعيف إذا مقرن بالدول الغربية، إذ يصل معدل الكتب التي يقرأها المواطن الأوروبي سنويا 35 كتابا في السنة. لذا وجب على الكتاب والمثقفين والأكاديميين توسيع رقعة نشر ثقافة المطالعة، خاصة في الأوساط الشبانية، لأن القراءة حجر أساس في بناء الأمم والمجتمعات.